لو تسألوني بعشق مين نسوان في سن الـ30. ايه يا طنط، في ايه داخلة عليا حضرتك؟ حرف ايه اللي ليه كده؟ ها يعني ما احنا قاعدين قدام بعض نتكلم كده وجها لوجه زي فيس تو فيس كده، حضرتك ليه موطية وانت داخلة تكلمين؟ ها ظهرك بيوجعك؟ عندك ديسك؟ يا حبيبتي شوهت سمعتنا يا ضنايا، خلاص الواحد كره انه وصل لحد سن الـ30، مش كده؟ سن الـ30 فاهمة انا خبرة السنين. خبرة ايه ونيلة ايه؟ ده انا كل قفا واخداها على قفايا لسه معلم على عيني، ده انا حوليت من كتر الضرب القفا الفاهمه ومش فاهمه. ده انت حتى مش مطبقه المثل بتاع واقف مع وجهه وتكلم عدل، يعني انت واقفه مع وجهه وتتكلمي كمان مع وجهه. حضرتك 30 الصغننه ام جنس ازرق، ده عشان حشه لخبط حضرتك كده شكلك خمسينات، نط معانا ليه في ال30 بقى؟ ها هل خبره ال50 زي خبره ال30؟ ده احنا لسه بنقول يا صلاح في التنين، مش كده؟ مش كده حاجه؟ يومين بس يعني حضرتك مميله وقطمه ظهرك كده عشان تطلعي تقولي هعيش يومين بس؟ ده الموضوع سهل. انت لو بتفكري صح كان زمانك عشت اليومين، ما كناش شفنا تانية الظهر دي. والله انت سترت الناس وعريت نفسك، ينفع كده؟ احنا لسه بنقول يا هاني، لسه بنقول يا هاني. ما يجي يا راجل عكوشت اللي انت لابسه، انا اسف يا طنط، عكوشت اللي انت لابساه. انت مربي لحيه؟ ها اللي هو ازاي يعني؟ مش شايف ان هي مش راكبه شويه؟ شايف ان هي محتاجه تتشال تتحط في مكان تاني؟ انا حاسه ان في اماكن كتيره محتاجاها غير وشك بصراحه. ده الرقصات الفضلات اللي ورا حضرتك لابسين محتشم عنك، تخيل دي. لا ما تلفش بقى، عيب عيب يعني تدينا كده، ينفع بابا ماما اللي ممكن ان انت تلف كده قدام الناس؟ ولا ما كانوش فاضيين؟ شكلهم كده ما كانوش فاضيين. فاكرني هعاتبك. عاتب مين ياما؟ هو في حد فاضيلك عشان تعاتبه؟ محدش هيلوم عليك والله في اللي انت فيه ده، لا حد هيلوم عليك ولا حد هيعاتبك ولا حد هيفكر يتكلم معاك في اي حاجه. احنا نحاسب، حسب الله ونعم الوكيل جماعه، يعني احنا عايزين بس 40 حسب الله ونعم الوكيل في الكومنتات بس، هما دول كفيلين. استنى، كان في واحده في الحمام جايه تلحق دورها، ممكن تعيد لها الرقصه من اول وجديد عشان برضو كلنا نتفرج؟ شكلك رقصه غير ملتزمه، عشان كده عمرك ما هتنجحي في الرقص. يلا يا حبيبتي شوفي انت كنت بتعملي ايه وروحي كمليه، مش عايزه اقول بس انت كنت بتعملي ايه. مين اللي علمتيه؟ وبعدين انت اللي غلطان، حد قال لك تشتغلي بالمجان؟ هو كده ابو بلاش كتر منه، عارفه انت لو كنت بتاخدي حسابك كده وقتي ما كانش يا مؤاخذه اتعلم وجري، كان اتعلم وفضل عنده ولاء ليكي او حنان حسب يعني. شوف انت كنت حاطاه في انهي رف. وبعدين تعالي هنا، هو مين لا مؤاخذه اللي قطع لك هدومك؟ مين؟ ما هو مش ليك يا حضرتك، ما هو قطع لك هدومك اهو، هو لو كان ليك ما كانش قطع لك هدومك. قلنا بلاش نتخانق في الشارع، الخناقات في الشارع بتجيب الهترة زي سجاير كليوباترا. ما انا واخده بالي من حضرتك، ده مشرح لك كتافك مش كده؟ طب انت حضرتك حتى الاشارب ده ليه؟ عشان تلم بيه النكشه؟ خلاص حضرتك والله الجروح كلها باينه عليكي، مش محتاجه ان انت تورينا حاجه. احنا كلنا لمؤاخذة رشقنا في الجروح والله العظيم، انا بس مش عايزه اتكلم وافضفض، كفايه انت هدومك اتقطعت، عارفه انا لو حكيت لك حكايتي مش هتلاقي بقيه الهدوم المتقطعه، تلاقي هدوم متشرحه، وانا ما ارضاش ان انت هدومك تتشرح كده وتطلعي قدام الناس. هو مش هيحس طول ما انت لابسه طعم الخروج على بيجامه البيت، عمره ما هيحس، ولابسه له كمان نظاره شمس في البيت، هيحس ازاي؟ هو شايف عشان يحس؟ بنادم يشوف الاول بعد كده يحس. على راي المثل يقول لك العين تاكل قبل البق، يعني هو لازم يشوف حاجه في تناسق، لو في تناسق في الالوان هيقدر يستوعب المشاعر اللي قدامه، لكن حضرتك كده ايه داخله ايه قطم جزر كده على طول، هي بجامه البيت وطعم الخروج من فوق. انا الوحيده اللي اعمل الموضوع ده عشان انا ببقى قاعده مش باين مني غير الطرحه، فانا بلبس الطقم والله العظيم ولابسه بجامه البيت من تحت، بس انا مش موريه لحد، حضرتك بتوريني بجامه البيت ليه؟ انا طول عمري بقول ان التايجر مسيطر بس مش للدرجه دي.
تباعد بس عشان الحركات الكتيره دي بتعمل انزلاق في بعض الفقرات وانت مش مستحمله. هي الناس اتهطلت بعد الخمسين ولا ايه؟ ربنا يسترها عليا يا رب ما تهطلش لما اوصل للخمسين. انا بس عايزه الفت انتباه حضرتك انه مش بالعري والله الانوثه ان انت تبقي ملبوس قصدي لابسه يعني فاهمه لابسه كده ومحتشمه بس. دي نصيحه ما انا عايز تاخديها خديها مش عايز تاخديها خليك انت حره الناس كلها بتتفرج. انت بتشتغلي بجنب واحد بس يعني هي المزيكا واصله عندك في ناحيه واحده من الاذن يعني مش واصله في الاذنين دي اذن واحده بتشتغل بجنب واحد فاهمه؟ ايه والتاكسي اللي جاي من الحمام عليه خميسه من قدام والله شغاله بيد واحده تقريبا الفص الايمن شغال اكتر من الفص الايسر. على فكره انت كده عندك مشكله ومشكله كبيره جدا لازم تروحي لدكتور مخ واعصاب. حتى لو هتلاحظوا يا جماعه ان الفستان شغال بجنب واحد الجنب الايمن لان تقريبا عشان انعكاس الكاميرا فهو مديني انا ايمن ممكن يديلك انت ايسر بس هو مديني انا ايمن. شوف انت بقى قاعد ازاي ما تزهقنيش معاك. كرهته ابو هشيمه في التايجر الراجل خلاص قفل قال لك لو شفت واحده بعد كده لابسه تايجر هخليها تايجر وتسيطر معايا في الموضوع مش كده. انت عارفه ياما طول ما ابنك قرع كده محدش هيعرف يمس شعره منه. اه والله يا ابني انت كده جبت من الاخر. انت مش بتستنى حد ان هو يلفت انتباهك للقرعه، لا انت طالع تتكلم عن قرعه بمنتهى الفخر. تحياتي لحضرتك. من اصعب اللحظات اللي بتواجهني في حياتي لما ايه هي اصعب اللحظات اللي ممكن تواجه حضرتك علشان اصعب لحظاتكم غير اصعب لحظاتنا. يعني احنا عندنا حاجات كتيرة صعبة يعني تقريبا اليوم بتاعنا كله بيبقى صعب. انت ممكن تبقى اصعب لحظات حياتك ان حضرتك تلبس الشراب لوحدك او تدور على الفردتين اللي شبه بعض لوحدك ده ممكن يقفلك اليوم كله. عشان كده انا بحس ان الصعب بتاعكو اللي هو اسهل حاجة بالنسبة لنا. فتفضل حضرتك مشارك كتير اتفضل لعل وعسى نلاقي حاجة مهمة. باجي اختار البرفيوم المناسب اهو شفتوا جبت حاجة من عندي؟ لا صعب ان هو يختار البيرفيوم بتاعه قبل ما ينزل الصبح في اي خروجه والله يا دنيا الخناقه كلها ان انت قاعده قدام المرايه. طب ما انا هقعد قدام ايه؟ هقعد قدام الحمام ما انا هحط مكياج ازاي؟ والله يا ابني انا لا اعرفك ولا شفت شكلك. انا هما كانوا ازازتين برفان بعلبه الكريم بتاعتي بحته الميك اب اللي قد كده استنى اوريها لك. كذبتش عليكوا انا اهي هما دول بيتحطوا كده جنب علبه الكريم مؤاخذه على التسريحه يختار خد عندك بقى دي واخدة التسريحة كلها ده أنا مش عارفة أحط حاجتي دي سايبالي درفة واحدة في الدولاب كتير 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 ظلمات تنزل على دماغ الواحد كده ورك ورا بعض لدرجة إن أنا اضطريت أحط الميك اب بتاعي في المطبخ. ينفع كده؟ وفي الآخر نتظلم ويقول لك إيه دول واخدين نصيب الأسد دي في الشتاء بتدخلني ناحية الشباك عشان آخد لسعة البرد وفي الصيف بتنام هي ناحية الشباك عشان تاخد نسمة الهوا وهو اصلا كاتم على نفسنا. مش عايزه اتكلم بس عشان ما اعملش مشاكل لحد عشان انا لو فتحت مش هعرف اقفل. قال مش عارف يحط برفان ايه يا عم استرجل يا عم حط ايه برفان يا عم مش كده يا دناي. مش عارف ارش ايه النهارده ممكن بلاس روز. اوعى تقول ان ماركات البرفانات دي عندك منها عربيات في الجراج تحت. خلاص انا ما طاقتي الاستيعابيه خلصت الذاكره عندي اتلقت لا يوجد مساحه. انا شايف بلاس روز كويس. طب ما انت واخد القرار بتحيرنا معاك ليه؟ الجو بدا يتظبط. ده انتوا اللي محتاجين تتظبط. لون على حضرتك ليه وحضرتك سبوره عشان الون عليك؟ وبعدين يعني انت شايف الالوان رخيصه؟ ده علبه الالوان قد كده ب 150 جنيه خليني ساكته. الون عليك ايه؟ لا ما حضرتك بالوضع ده اكيد مش هتبقى في باله يعني هو عايز واحده لمؤاخذه انت فاهم؟ يعني حضرتك هتعمل ايه في بنات افكاره انت دلوقتي؟ هيحطك في مخيلته اللي هو ازاي يعني انت فاهم؟ ما ينفعش نعقلها بقى نعقلها عشان خلاص هوب اشتغل. وبعدين نقلوا مستشفى المجانين من العباسيه يعني كده انا هروح بعيد قوي محدش هيجيلي ده في العادي محدش بيجي يزورني كمان لما اروح بعيد هيجولي بالراحه يا دنيا احنا بشر عايشين مع بعض ما نبقاش بشر كتير فوق بعض مش نافعين بعض. هو بيسأل سؤال اخوي حضرتك اللي خدت الموضوع شمال. اللون متغير ليه؟ ما هم معروفين العلم بتاعكو الوان غيرتوه؟ فاضيين انتوا بقى مش وراكوا حاجه غير ان انتوا تغيروا علم الالوان بتاعكو كل شويه. هيوصف لك حاله ايه ما هو الحال باين قدامنا اهو.
طب بس محتاج تنزل لك جيم قد 50 60 سنة كده وترجع لنا تاني ان شاء الله، نكون احنا مشينا عشان ما نتفقعش اكتر من كده. يا اخويا دي قلة ادب، يعني ايه يا اخويا كده مش واخد باله منك؟ دي كده عيب في حقك، انت كده الوانك مش مظبوطة، محتاج تعمل ابديت. ايه يا ولد غلط كده يا ولد؟ وبعدين لما بنتحزم المكان اللي احنا بنقمط فيه الحزام ده لا مؤاخذه بيعمل نحت، فانت احسن حاجه تحزم من فوق. ليه بقى؟ عشان الحركه مع التحزيمه بتعمل نحت للمنطقه دي، فاستفيد. ده مش عارف تفيد، استفيد انت. بعدين ياد ما ترقص في الحمام يلا لا تتلبس اكتر، بنت ملبوس، انت ناقص تلبيس. لا خليهم نايمين بدل ما يفرجوا الناس علينا. ده انت كده والاشواق بتاعتك لا مؤاخذه نايمه، امال لو صحيت هتعمل فينا ايه؟ سنة ابوك سودة، كان يوم اخبر يوم ما جيت. انت واحد ولا اتنين في قلب بعض؟ انت حامل؟ طيب خلي بالك بس لا تسقط، التصعيد في الشهر الثامن وحش، هيفتحوا لك بطنك، انت حر. هو بيريح نفسه من الصدمة بس مش عشان حاجة، هو بياخد غيبوبة كده ويرجع، فاهم؟ فاستنى عليه في الغيبوبه الجديده، ما تستعجلش كده وتبقاش ست زنانه، فاهم ولا فاهمه؟ انت ماسك عليه زله ولا ايه؟ ها ها شكلك ماسك عليه زله. يلا انت يلا ماسك عليه زله ايه؟ وقولي نوع الزله، يعني انت فاهم، انا احب اعرف الزله ونوعها عشان نقعد نزل فيه بقى، نقعد نقول له يا ابو زله يا اللي ممسوك عليك زله. ده انا اللي نفسي انام واصحى احس ان انا كنت في وهم، ما يكونش ده حقيقه اللي انا بشوفه. فاكر اللحظه دي هتيجي ولا هنقضيها كده مع بعض اوهام على طول؟ دي كده اخر خطوط المياسه عندك؟ لا يا حبيبي ده احنا عندنا حاجات كتير، ده انا هفرجك دلوقتي، ده انت طلعت لا مؤاخذه ما عندكش ذره انوثه. استنى يا اخويا وانا اوريك الانوثه على حقها دلوقتي، اركن انت بس بالحمام اللي انت زنق نفسك فيه ده، تعالي تعالي. شفت يا بابا انا كنت بقول لك ايه من الصبح؟ قاعد بس تتقصالي في الحمام ومحشور حشره ما يعلم بها الا ربنا؟ اتفرج يا دنايا وشوف، وريهم يا دنايا كده وهزي، ومش هقول لك دي تبقى مين، عشان انا هصدمك في الاخر دي تبقى مين، عشان انا زيك والله العظيم اصطدمت لما شفت. انا عايزه اقول لكم يا جماعه انا شفتها انبهرت بانوثتها، واتصدمت بعدم انوثتها بعد كده. استنى بس احنا لسه مكملين انوثه، ده اليوم نوسه للاخر النهارده، تعالى ما تهربش مني. خدي بس راحة فين، ما تقلبيش الاكل حرام عليكي، في ناس مش لاقيه الاكل ده. ايوه ما تتعصبيش، غلط عليكي العصبيه. خلي بالكم يا جماعه عشان الشورت ده ريكورد معانا في كل الفيديوهات. وهي نفس نوسه برضو بنفس الشورت الراكور معانا بتشرح لنا الشقه ايه عايشه فيها ازاي، بس خليكم معايا واحده بواحده يا جماعه عشان هنتفاجئ كلنا دلوقتي. عندهم برضو جبسون بورد زينا، وبيلعبوا كمان في الالوان بتاعت الجبسون بورد زينا، عادي جدا يعني. المفروض ان السطح ده بيتعمل حاجه هاديه كده عشان الواحد لما يبص كده ما يقعدش يدي على نفسه، بس هم عادي برضو واخدين نفس التفاصيل بتاعتنا. وبيتجوزوا بيحطوا صورهم برضو في اوض النوم زينا. كده خلصت يعني، نيكست يعني اللي بعده. وعندهم اوضة لبس برضو زينا. خلاص انت هتفضلي رايحة جاية كتير ولا ايه؟ ورينا اللي بعده. بصوا يا جماعه هم حاطين السفره في قلب المطبخ، انا كان امنيه حياتي ان انا اجيب مطبخ واسع شويه بس مش لدرجه ان احنا نحط فيه ترابيز السفره، يعني العقل زينا برضه، يعني الواحد مش طماع برضه في احلامه، بس الحمد لله هتتحقق. اول مغزى من ده كله ان هي تورينا الورده اللي على الشورت، بس عشان ابقى صريحه معاكم يعني، بس انا عايزه اوريكم في الاخر هيحصل ايه. انا عايزه اعرف بس هي تيتا اللي نايمه موافقه على الشورت ده، ولا انت خلاص شمختي بافكارك لوحدك؟ معايا؟ جاهزين للمفاجأة الكبرى؟ عد يا ابني معايا كده، 1 2 3 خش عليهم بالتقيل.
عايزه اقول لك كده، انا انت وهو انا اتصدمت زيك بالظبط والله. طلع راجل بعد الشورت والورد ده كله، طلع راجل. اه والله العظيم يا دنيا طلع راجل، انت متخيل؟ يعني شوفوا الدقن منبتها ازاي معانا، يعني بكل الانوثه دي، بالانوثه المتفجره المتحجره دي طلع راجل. تخيل طلع راجل. اموت واشوف وش الناس اللي كانت منبهره بانوثتها. ها انت كنت منبهر يلا، شكلك كنت منبهر. ما تنبهروش والله، حتى لو كان صوت وصوره ما تنبهروش برضه. مش عارفه والله العظيم انتوا في موقف لا تحسدوا عليه، ده انت محتاج تاخد دكتور يلا وانت رايح تخطب، تتاكد اذا كانت دي انثى مؤنثه ولا انثى مذكره. خلي بالكم ما تخلوش المظاهر تخدعكم. هربت مين بس، دي هربت منك على الاخر. ده الراجل يا اختي عامل ضوافره، انا تقريبا بقالي سنه كده ما حطيتش لا مانيكير ولا ضوافر في ايديا. تخيل دي، تخيل انت، هو يحط ضوافر واحنا ما نحطش. مش لاقي حاجه اعض فيها، عايزه حاجه اعض فيها زي العضاده بتاعت الاطفال كده.